ولا زالت الأسواق تتحرك على وقع هذه التطورات. نلقي نظر على العالم من حولنا. أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي معنا في هذه الأثناء. أحمد أهلا وسهلا بك دائما معنا، وحتى تضعنا في الصورة من خلال رصدكم ومتابعتكم كيف تسير الأمور الآن في ظل التوترات الجيوسياسية التي تنتظم المنطقة. هل لا زال التأثير محدود في دول محيطة بمنطقة الأزمة أم أن العالم أيضا يترقب بحذر؟ صباح الخير طيب ورندا. نعم، عندما ننظر إلى أزمة التوترات الجيوسياسية قد تكون هي نسخة طبق الأصل عن الأزمات الجيوسياسية السابقة. طيب، عندما ننظر إلى تحركات الأسواق بكل تأكيد الملاذات الآمنة كانت إحدى المؤشرات أو إحدى الأصول التي قد استحوذت على رغبة المستثمرين في الولوج في استثمار فيها. بكل تأكيد الذهب كان أحد المستفيدين، ارتفاعات ما يقارب مستويات 1811 دولار للأونصة وصولا بالأمس إلى مستويات 1960 دولار للأونصة. على ما أعتقد الطيب، عندما ننظر إلى الملاذات الآمنة فالذهب بكل تأكيد هو أحد الملاذات الآمنة الجاذبة على مر التاريخ في التوترات الجيوسياسية. فبالتأكيد عندما ننظر إلى المستويات الحالية فمستويات قد تكون أيضا جاذبة بكل تأكيد، خاصة مع بعض الإشارات الأخرى عندما ننظر لها من الفيدرالي الأمريكي حول إمكانية تثبيت أسعار الفائدة في نوفمبر. فعلى ما أعتقد قد التقت الأحداث، التقت الأسباب إلى الدخول إلى الملاذات الآمنة، على رأسها الذهب. مستويات 1925 هي مستويات دعم تعتبر جيدة جدا بالنسبة للذهب، لما لا أن نشهد مستويات 2000 دولار، فيما لو ازدادت حدة التوترات الجيوسياسية في الفترة القادمة. على ما أعتقد الأصل الآخر الذي نتابعه عن كثب هو بكل تأكيد النفط. الطيب، عندما ننظر إلى مستويات النفط الحالية، مستويات كانت قد سجلت ارتفاعات بالرغم من الانخفاضات في جلسة الأمس وجلسة اليوم، خاصة مع الأخبار والإشاعات التي قد ظهرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أو تتجه إلى رفع العقوبات عن فنزويلا. عقوبات على ما أعتقد قد تكون قصيرة المدى، لأنها قد أعطت رخصة لمدة 6 أشهر 200 ألف برميل قد يتم زيادتهم في الأسواق. فعلى ما أعتقد النفط كان قد كسب بعض الهبوط في جلسة الأمس وجلسة اليوم، لكن لما لا أن نشهد عودة ارتدادات إيجابية بالنسبة للنفط، خاصة عند تمركز خام غرب تكساس أعلى مستويات 85 دولار للبرميل. على ما أعتقد لذلك التوترات الجيوسياسية هي توترات مع ارتفاع حدتها، قد يكون الذهب والنفط والغاز بكل تأكيد هم الأدوات التي قد يتم متابعتها عن كثب في الفترة القادمة. الطيب، طيب يعني أحمد، كنا شاهدنا أسعار النفط كيف تراجعت، وربما سعرت ملف جديد هذه المرة وتحديدا في ظل تخفيف العقوبات على فنزويلا، ولكن برأيك لأي مدى اليوم يعني قد نشهد عودة النفط الفنزويلي، ولكن يعني نعلم بأنه قد يكون وقت أطول، وتحديدا هنا ما قد يغير المعادلة بأننا قد نشهد مزيد من المعروض داخل السوق الفترة المقبلة؟ نعم رندا، الضخ بكل تأكيد المعروض الأكثر بكل تأكيد تأثيره على أسعار النفط تأثير سلبي، لكن عندما ننظر إلى ملف فنزويلا تحديدا بكل تأكيد رفع العقوبات يعطي بعض استنشاق الأمل بالنسبة لعودة العرض العالمي بشكل أكبر بكل تأكيد بالنسبة للأسواق. لكن ملف الصين على ما أعتقد هو ملف جاذب أيضا بالنسبة لأسعار النفط، جاذب به الفترة الماضية. توجهات الصينية في الفترة القادمة بالنسبة للسياسة النقدية قد تكون ضاغطة الاقتصاد، الأرقام السلبية بالنسبة للنفط بالنسبة للصين ضاغطة سلبا على أرقام النفط وعلى أسعار النفط. لكن عندما ننظر إلى التوترات الجيوسياسية وهي التي قد تستحوذ على التفكير الحالي، تستحوذ على الاهتمام للمدى الأطول، فعلى ما أعتقد النفط مستويات 85 لخام غرب تكساس مستويات مهمة جدا متابعتها في الفترة القادمة. لما لا أن نشهد خام غرب تكساس إلى مستويات 90 دولار للاختبار، فيما لو نظرت الأسواق على أن ملف فنزويلا هو ملف مؤقت لمدة 6 أشهر دون طبعا الوعود لزيادة الفترة الزمنية، وأن التوترات الجيوسياسية هي فترة قد تكون أطول زمنيا بالنسبة للفترة القادمة. نعم أحمد، دعنا نتحدث عن السندات الأمريكية التي تسجل حضور لافت خاصة على مستوى 10 سنوات، كيف تقرؤون ذلك؟ نعم الطيب، عندما ننظر إلى عوائد السندات بكل تأكيد نقطتين أساسيات قد تحرك عوائد السندات في الفترة القادمة هي توجهات الفيدرالي الأمريكي، وعلى ما أعتقد أن احتمالية التسعير أو احتمالية توجهات المستثمرين توجهات العقود الآجلة بالنسبة لتسعير الفائدة بات ينبئ بأن إمكانية
تثبيت أسعار الفائدة في شهر نوفمبر فيما لو نظرنا أيضا إلى الأرقام الاقتصادية بشكل كامل. هذا أعتقد على ما أعتقد بالنسبة لعوائد السندات تسجيل الارتفاعات في الفترة القادمة، خاصة بأن الفوائد المرتفعة هي المستمرة في الفترة القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعطى عوائد السندات تسجيل الارتفاعات. النقطة الثانية هي الميزانية العمومية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، على ما أعتقد مبيعات 75 مليار دولار بالنسبة للتخفيف الميزانية العمومية هي تعطي بعض الانطباع على أن أسعار السندات كانت تسجل انخفاضات، بالتالي عوائد السندات تسجل ارتفاعات. فملفين على ما أعتقد يعطوا بعض الاهتمام أكثر بالنسبة للسندات في الفترة القادمة، لكن يبقى السؤال هنا، الطيب عوائد السندات فيما لو وصلت إلى مستويات أعلى من 5%، هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الاستمرار على عوائد سندات مرتفعة، أم أن أسواق الأسهم ممكن أن تسجل كراش أو تسجل انخفاضات قوية جدا للسيطرة على أسواق السندات؟ بالمناسبة اليوم هو يوم الاثنين الأسود في عام 1987، فبالتالي كل الأعين تتجه إلى اليوم إلى تحركات بالنسبة لتحركات الأسهم، صحيح، خاصة مع مقارنتها مع عوائد السندات في الفترة القادمة. سؤال مهم أحمد لكن يبقى معلق ولو إلى حين. أشكرك أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.